قول لنا الصراحة يا عبد الله، أنت في حاجة يا ولدي تعباك؟ عندك مرض نفسي تعبان؟ في حاجة تعرضت لك؟ في حاجة خايف تتكلم؟ خلي بالك من نفسك الايام الجايه، انا ليه؟ واقف ما اعرفش. خلي بالك من نفسك وخلاص، سلام. استنى، لا لا لا، انا هقفل. خلي بالك من نفسك وخلاص. وبقول للناس على تيك توك اللي حصل لك. طيب، استنى بس، استنى، استهدى لا لا بالله لا استاذ عبد الله، لا لا استهدى لا لا بالله. لا، يعني ايه؟ يعني يحصل لي ايه في الايام الجايه؟ عرفني كده، اديني اللي خبره هيحصل مثلا. لك، شوف اللي هيحصل لك وبحكي للناس اللي هيحصل لك. باي باي، هاجي لك باي كمان يا سيدي. شوية.